أنا معايا دلوقتي على التليفون على سكايب الأستاذة الناشطة والدكتورة دينا درويش. دكتورة دينا مساء الخير يا فندم. يا دكتورة دينا مساء الخير. حضرتك؟ دكتورة دينا؟ أيوة سامعني؟ أنا سامع حضرتك كويس جدا، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. دكتورة دينا، قرينا دلوقتي مقالين بس للأستاذ علي أبو هميلة والأستاذ محمد عصمت حوالين يناير. سؤالي لحضرتك، هل تعتقدي أن لسه في أمل موجود في خروج المصريين رغم القبضة الأمنية؟ أنا أعتقد أن في أمل كبير في خروج المصريين، بس هو الأهم الحقيقة من موضوع الخروج يوم معين هو أن ده يبقى بداية حراك وبداية عصيان مدني، لأن الثورة حاجة مستمرة، ثورة مش يوم واحد، وده إحنا شفناه في البلاد العالم كلها. بيبتدي بحراك أو بعصيان مدني متزايد لغاية توصل لذروة تؤدي إلى إسقاط النظام السياسي. لكن في ظل القبضة الأمنية دي يا دكتورة دينا، هل فعلا ممكن الشعب يخرج؟ يعني أنتي وعي للشعب وشايف الحال اللي هو فيه، صحيح الشعب بيئن لكن في قبضة أمنية، هل في ساعة أو في ملامح معينة تقول إن إحنا ممكن الشعب ده يخرج؟ الملامح المعينة هو الحالة السيئة اللي الشعب المصري فيها، غير طبعا الرسائل اللي بتتقال على السوشيال ميديا، لأنك أنت بتقدرش تتكلم في التلفزيون المصري غير الكلام في تلفزيونات المعارضة اللي برا. لكن الحاجة الأهم هو الحالة السيئة المستمرة المتزايدة اللي حاصلة في مصر، وإحنا بنشوفها في الناس المستريحة، الطبقة المتوسطة العليا والطبقة اللي كانت الطبقة الغنية والطبقة المتوسطة العليا، اللي مش اللي شغلهم واقف وحالتهم واقفة، دول اللي كانوا بيأيدوا النظام. ما هو ماشي، بس دول برضو ما هل دول هيخرجوا؟ يعني هل يعني هو الأستاذ محمد عصام أو الأستاذ علي أبو هميلة كان بيقول إن الشعب ممكن ما تتوقعش رد فعله صحيح وممكن يخرج في أي وقت، لكن هل تعتقدي أن هناك مؤشرات غير اقتصادية، يعني مؤشرات غضب، ممكن الشعب ممكن تقول إن الشعب ده ممكن يخرج؟ مؤشرات الغضب واضحه جدا في التعليقات، يعني التعليقات على الحراك اللي ابتداه الاستاذ محمد علي، التعليقات على الحاله السيئه اللي الوضع الاقتصادي فيها، الناس يعني على وشك الانفجار. لكن هي النقطه، انه النقطه الاساسيه، هل الانفجار ده هيحصل مره واحده ولا الانفجار ده هيحصل شويه شويه ويبتدي مثلا بمظاهرات ويستمر كمقاومه متزايده بطرق مختلفة سلمية، وبعدين ينتهي بحراك كبير متزايد. يعني أنا ده اللي أنا متوقعة، أنا متوقعة إنه محدش طبعا عارف كم حد هيطلع يوم 25، لكن أو هيسمحوا لهم الناس تطلع ولا لا، لكن اللي احنا متأكدين منه إن الموضوع مستمر، الحراك هيبقى مستمر وهيبتدي من النقطة دي. طيب سؤالي الثاني، المجتمع الدولي دلوقتي والظروف الدولية والمحلية والإقليمية، هل انت شايفة انها مناسبة لقيام ثورة؟ الظروف الإقليمية عمرها ما هتبقى مناسبة لقيام ثورة، لانه كل البلاد اللي حوالين مصر اللي عندها قدرة انها تأثر في الوضع في مصر، زي مثلا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والجيران الوحشين اللي جنبنا، احنا مش عايزين نقول اسمهم، انتوا عارفينهم كلكم، دول مش عاوزين يحصل تغيير في مصر، انهم مستفيدين من عدم وجود ديمقراطيه في مصر. يعني مصر لو فيها تمثيل ديمقراطي البلاد دي هتتاثر بطرق مختلفه. اسرائيل هيبقى في مقاومه لها جوه مصر سياسيا، والبلاد اللي حوالينا العربيه اللي هي زي السعوديه والامارات مش عاوزين يحصل ديمقراطية عندهم، لأنهم عندهم سلطة مطلقة، فطبعا تأثير بلد زي مصر عليهم هيؤدي إلى تغييرات عندهم. فكل البلاد يعني متكتلة ضد التغيير في مصر. بالنسبة للولايات المتحدة، كنت عاوز أقول حاجة على الوضع هنا. أنا في واشنطن، الرئيس ترامب هنا طبعا في محاكمة لون ابتدت النهاردة في السنت أو مستمرة، هتبقى مستمرة الشهر ده، وأقدر أقول لك إنه لو ترامب استمر في الحكم
ده مش هيبقى كويس للتغيير السياسي في مصر. لكن لو حصل تغيير غير بقى المحاكمه، المحاكمه دي مش هتؤدي الى انه يتشال، لانه المحاكمه دي حاجه سياسيه مش هيقدروا يوصلوا للاصوات ان هو يتشال. لكن في انتخابات نوفمبر 2020 هنا في الولايات المتحده، لو اي حد من الديمقراطيين جاي ده هيبقى بوش بالخير لمصر للتغيير السياسي. بس في احتمال يا دكتوره دينا انه يجي ترامب مره تانية. ما انا عشان كده بقول هو يعني احنا الامل عندنا هنا بالنسبه لامريكا كمان، مش بس لمصر، لمصلحه امريكا نفسها ان الراجل ده يمشي، يعني الاستاذ ترامب يمشي. لكن انا بقول بالنسبه لمصر لو ترامب مشي ده هيبقى مفيد جدا للتغيير في مصر، لانه كل الديمقراطيين موقفهم احسن من طيب يعني انت كده علقتي الامل في امريكا مش في الشعب ولا تحرك الشعب. لا 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 لا, لا معلش انا ما قلتش كده، انا قلت انت سالتني على الظروف اللي حوالينا، العالم والوضع البلاد اللي حوالينا وتاثيرها، البلاد اللي حوالينا وتاثيرها، هي البلاد اللي في المنطقه وفي البلاد البعيده اللي زي امريكا، فانا بتكلم على الاثنين. انا اتكلمت على منطقه عندنا. طب اذا تغير طيب اذا ما تغيرش النظام الامريكي، وده بنسبه كبيره صحيح انه مش هيتغير ترامب وبالعكس ممكن كمان يكمل في دوره تانية، والمجتمع الدولي او الاقليمي. استاذ محمد مش صحيح، في يعني على الاقل 50% من امريكا من الشعب الامريكي مش مستريح. ما انا ما قلتش يا استاذه دينا انه هيتغير، انا بقول في احتمال كبير، ما قلتش انه هيحصل انه هيكمل، بقول في احتمال كبير انه يكمل، ومحدش ينكر ده، انه 50% ده معناه ان نص الاحتمالات لصالحه، يعني بنسبه 50% هو جاي تاني. طيب اذا ايه المجتمع الدولي والمجتمع الاقليمي حضرتك ذكرتيهم دلوقتي انهم مش عايزين اي حاجه تحصل في مصر، بالعكس من مصلحتهم يبقى هذا النظام. اذا دلوقتي اللاعب الرئيسي من وجهه نظر حضرتك، وانا بتفق معاكي في ده، الشعب المصري. الشعب ده بقى هيقوم؟ انا رايي ان الشعب هيقوم، ومش زي ما قلنا الامه مش لازم تبقى مره واحده، يعني بلاش نحبط الناس انه لو يوم واحد ما حصلش فيه مئات الالاف ولا الملايين يبقى نيأس. ده مش والله حقيقي. انا لا احبطت ولا حاجه، انا بسالك. ايوه لا انا بقى يعني بقول بقى مش على حضرتك، انا بتكلم بصفه عامه. الناس بتقول افرض الناس ما قدرتش تنزل بقوه يوم 25، افرض الناس نزلت شويه، افرض ضربوا. ايوه هو كل التغيير السياسي في العالم بيحصل بتدريج، مش بيحصل شايفني حضرتك ولا؟ ايوه شايفك يا فندم، شايفك كملي اتفضلي. يعني التغيير بصفه عامه ما بيحصلش في يوم واحد، ده حتى في 25 يناير كان البدايه 25 يناير، وبعد كده قعدنا يعني شهور بعد كده، غير بقى 11 فبراير، في شهور وشهور وسنين، واحنا لغايه دلوقتي مستمرين في 25 يناير. ما هي نفس هي دي نفس الانتفاضه في الاخر. الانتفاضات ما طيب بتحصلش. طيب خليني اقرا لك الخبر ده كده قدامك يا استاذه دينا كده. لا بس نزلي العنوان بعد اذنك، العنوان. ما في ذكرى يناير لماذا اختفى صوت معارضه الداخل بمصر؟ ده عنوان تحقيق عامله محمد مغاور في عربي 21، وهو بيرصد فيه ان المعارضه المصريه والشخصيات الثوريه هي اللي شغاله من الخارج عشان تحس المصريين على التظاهر، وغاب بشكل تام صوت الاحزاب المعارضه وتيار اليسار المصري وحركه الاشتراكيين الثوريين والقوى المدنيه والتيار الوطني بكامل رموزه وحركه 6 ابريل وشباب الالتراس بكل مسمياته في مصر، مما ما دفع نشطاء لوصف معارضه الداخل بأنها باتت خارج نطاق الخدمة أو مرفوعة مؤقتا منها. تعليق حضرتك على ده؟ أنا تعليق إن هم مش قادرين يعبروا عن الحراك اللي هم بيعملوه علني، لأن أنت عارف الناس يعني بتتقبض عليها أوتوماتيكلي، هم وكل الناس اللي حواليهم وقرايبهم، ويعني أنتوا عارفين الوضع أكتر مني. ف يعني انا ما اعتقدش ان هم غايبين عن الحراك، انا اعتقد انه في تنسيق مع الناس اللي جوه مصر لغايه دلوقتي، مش لازم يتقال علني طبعا لانه الناس دي معرضه للخطر، لكن ده مش مظبوط ان هم في غياب. انا اللي اقدر اقوله لك، يعني مش عاوزه ابان ان انا في حاله ان انا بنتقد الناس دي جامد، لكن الوضع انه الاحزاب التقليديه في مصر سواء كانت يسارية أو غيرها، يعني طبعا وضعها سيء جدا، مضغوط عليها ضغط جامد جدا، وبرضو هم يعني
ما اعرفش اذا كان تقدر تقول ان هم يمثلوا الشعب المصري حاليا، يعني ما عندهمش القدره على الحراك، فمش قادرين يعملوا مشاركه سياسيه عشان يبقوا فعلا بيمثلوا الناس في مصر. فهم يعني هم النظام اضعافهم الى درجه ان هم مش قادرين كأحزاب رسمية كانت موجودة بقالها كتير انها تعمل حراك فعلا. لكن ده مش معناه ان الناس اللي ينتموا للأحزاب دي والناس اللي ينتموا للحركات اللي زي 6 ابريل ما بيشتغلوش على الارض، بس مش لازم يعلنوا عن كده. انا اتمنى، وعلى فكرة برضو في اصوات داخل الجيش برضو متضامنة مع ده، لكن انا اتمنى يكون توقع حضرتك يا دكتورة دينا مظبوط، وانا اتمنى الشعب المصري الحقيقة يتحرك ويحل عنا الأزمة دي. أنا عاوز أقول لك يا أستاذ محمد حاجة مهمة جدا. فكرة العصيان المدني دي، الفكرة دي يعني كان هي دي الطريقة اللي بيحصل بيها تغييرات. العصيان المدني دي حاجة مستمرة تدريجية متزايدة بطرق مختلفة سلمية بتؤدي إلى ضعف النظام. ما حدش بيتكلم عن الموضوع ده في مصر، أو ما حدش بيتكلم في النهارده جامد على التدريج. العصيان المدني هو الطريقه الوحيده انك ما تقدرش تشيل نظام بقاله عقود، ما تقدرش تشيله في يوم واحد، لازم تعمل ضغط عليه متزايد. ومصر عملت الحكايه دي قبل كده كلنا عارفين في 1919 وادت الى دستور 23. فخلينا نركز على الطرق اللي هنعمل بيها التغيير ده ونتكلم عن الناس على الموضوع ده. خلاص نتكلم الناس على ده. بشكرك جدا استاذه دكتوره دينا درويش الناشطه والدكتورة، بشكرك جدا يا فندم، بشكرك.